راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بيان. توجور معكم رزيقة. نتمنى تكونوا فوت ايامات ملاحة. جيت اليوم نحكي لكم على واحد لي برودوي جديد انا شريته واستعملته، ديجا عندي قريب 2 سيمان. بور موا عجبني، هو جيل نيتوايون من لا مارك افين، نصحتني به طبيبة تاع الجلد. قلت علاه لا، خليني نشريه نجربه. هو صح شوية غالي، مي ساعدني، شريته وقلت خليني نجربه. جربته سمن الأولى، شفت نتيجة على وجهي، نقص لي الحب، نقص لي الحب، يعني حاجة ملحة خلاني نقص الحب. انديري الحبة تلقاها دوب تتقشر وحدها، اون بليس يعطيك نضارة في وجهك كي تغسلي به، تحسي وجهك راهو يبرق دوس ارطب مليح، يعني وش حنقولكم، حاجه ملاحه ياسر. خلا راكم على بالكم لي برودوي الغاليين توجور نلقوهم ملاح، ولي برودوي تاع الخارج توجور يعني نلقوهم افيكاس على وجوهنا. جربته السمانه الاولى شويه بدا ينقص، دوزيام سمان شفت عليه نتيجه تري بيان. هو صح لي بري تاعو كيما قلت لكم شويه غالي، مي ساعدني. هذا تاع لابو لي لابو تاعهم غراس، هي لابو غراس تقدر تستعملو. انا توجور نستعمل معاه هذيك البروس تاع فور يو. وش حنقولكم البنات، عجبني استعملته، ما كنتش حاسبه باللي راح يعطيني نتيجه هكذا، مي لقيت عليه نتيجة ملاحة كما يقولوا. نتمنى اللي يعني في مقدورها، اللي عندها وكانت في مقدورها تقدر تشريه، اللي ما عندهاش بيان سور كاين بليزيوغ موديل يعني في الأسواق الجزائرية، اللي جالها دمى تاع الوجه كاين بزاف بزاف بزاف. مي وحدة أنا جو بريفير وحدة تلم دراهمها، ويعني شوية 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 تشري حاجة غالية مي تلقى عليها نتيجة خير من تشري حاجة رخيصة وما تلقاش عليها نتيجة. المهم انا هذا الفيديو اعطيتكم رأيي يعني على هذا الجل نيتوايون، تلمو عجبني وهكذا قلت خلينا ننصح بها متتبعيني، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. وما تنساوش تدعموني بلي جيم كومونتير ابوني. توجور معاكم رزيقة، باي باي، تهلاو في رواحكم.